السلام عليكم، مرحبا بكم معايا. جبتكم ان شاء الله واحد البريوش زوين تيجي بالشكلاط اللي بالنسبه للدراري خفيف. عندنا بالنسبه للمقادير عندنا 100 غرام ديال الزبده، من الاحسن تكون ديال العبار. عندنا 1 كيلو ديال الطحين فوز ديال الحلوه مزيان، وعندنا 100 غرام ديال الشكلاط حبيبات. الا ما عندكمش يمكن لكم تحكوه. معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، وعندنا 70 غرام ديال سنيده، وقبيصه ديال الملحه، وكاس ونص ديال الحليب ديال كيسان ديال العنبه باش كنعبروا دائما، شويه الملحه، قليصه الملحه. غنبداو ف ان شاء الله نقدموا داكشي. كنخلطوا سنيده مع المليحه مع داك الطحين، وداك الزبده كنديروها في الحليب وكندوبوها. هذه الخميره درت معها شويه ديال الحليب باش دابت ليا، الحليب يكون دافي. من بعد ما كندوب ديك الزبده مع الحليب، بها كنخلط داك الخليط. راه كيجي داك كاسونس كيجي هو هذاك. انا كندير نص ديالو على حسب الطحين، كنشوفو شي ممكن تخليه كله ولا شويه صافي. كنديرها في العجينه كتخدم، اللي ما عندوش العجينه طبيعي الحال كيعجنها غير بيدي، كتدلك مزيان وصافي. انا من بعد ما عجنتها نخلي داك الحليب كله، هانتوما شتي كي تجي رخيه ورطبه العجينه، وسهله. انا في المقادير ديالها ولا في الخدمه ديالها، وهاد المقادير بساط وكيجي هشيش وتبارك الله كيجي مجعبه من الداخل. كنغطيها بالسلوفان حتى تخمل. الا بحال دابا البرد هكا، انا كنحطها فوق شي حاجه سخونه باش دغيا كتخمر ليا. الا كنت شاعله الفران خدامه به ولا شي حاجه، كنحطو فوق منه دغيا تطلع فيها الخميره باش ما كتطول ليش في الخميره بزاف. عندما بعد ما خمرت ليا العجينه، انا غندخل فيها دوك الشكلاط كما قلت لكم قبيله. هذا انا شريته هكا مكور محبب، ولكن اللي ما عندوش يحكم بالحكاكه، ولكن ما ديروش الحكاكه رقيقه، حيت واحد المره حكيتو الحكاكه رقيقه جا كله ما جاش المنظر ديالو زوين. ديك الحكاكه الغلظه من الاحسن، ولا كاع هذا راه كيتباع، راه ماشي شي حاجه، ماشي مكلفه. 10 درهم راه كدير لكم هذا 100 غرام، وكيجي حتى المنظر فيه زوين كالغوتي ديال الدراري ولا العشيه. راه دغيا كيوجد في الحين، وبالنسبه للمقادير كنشتو راه ما فيهش كاع شي مقادير كثار. وكندخل عاوتاني داك الشكلاط كله تما كندلكو مزيان صافي، تنبدا نشكلو ديك الساعه كما بغيتو. بغيتو مكور بالنسبه اللي عندهم ديك اللطات ديال اللي فيهم بحال الكويسات، كديرو مكور وتتشقو من الوسط وديرو حتى داك المنظر تيجي زويون. مره اخرى ان شاء الله ندلكم داك المنظر عاوتاني. هكا درتو انا طويولين كما قلت لكم كما بغيتوا تشكلوهم. الدراري تيعجبوهم، انا وليداتي كلهم يعجبوهم، تنظن الدراري كلهم غادي يعجبوهم بحال المدرسه وداك الشيء ممتازين. والكوتي ديال العشيه هكا جا عند شي حد على غفله دغيا في الحياه كيوجدوا. والله سيرتو الا سخنتو الفران وحطيتوهم فوق منهم يخمروا دغيا يخمروا. انا من بعد ما شكلتهم درتهم في اللاطه، درت لهم داك الكاغي ديال الفران ديال الحلوه صافي. وكان انا دابا مع البرد كما قلت لكم شعلت الفران وخليته تسخن وطفيته وخشيتهم باش دغيا خمروا ليا صافي. وكنشقهم من الوسط خفيفين تيجيو غزلان. انا راه كما وعدتكم كنجيكم شي حاجه بسيطه وزوينه، راه كنقلب لكم على الممتى تشوفوني غبت عليكم شويه. كنحاول ما امكن نقلب لكم على شي حاجه مجربه وزوينه وفي نفس الوقت المقادير بساط. اوكي راه تيجيو بنين تبارك الله ما شاء الله، الدراري يعجبوهم. وداك نسكرو الطحين تبارك الله حتى يخرج. درت هاد اللاطه واللاطه واحده اخرى جوج صافي. كنشقهم بعد ما خمروا طلعت فيهم الخميره مزيان. نتوما كتخمروا من راسكم ديك الطريقه اللي قلت لكم دابا، كتخمروا من راسكم صافي. كندهنوهم، انا كندهنوهم غير بصفر ديال البيض باش يجي داك اللون زويون. بغيتو دير فيه شي نقطات ديال الخل باش ما تبقاش ديك الزفوره، ولا بغيتو ديروهم هكاك ديروهم ماشي مشكل. انا كندهنوهم مزيان البيض، المهم النضر ديالهم حتى هو تيجي زوين. نحاول ما امكن نقلب لكم على الجديد، وتابوناو معايا وشجعوني. حتى داك المنظر ديال داك الشكلاط كيجي غزال فيهم.
ديرهم ديرهم هكا في الفريك وخليهم بقاو جبدوا بالنسبه للدراري كيمشيو الصباح تيقيلوا في المدرسه هكا وحيده ولا جويجت وصافي انتما مهنيين من الكوتي ديالهم. هكا تنبقى مستمره حتى كندهنهم كاملين. ديك الساعه كندخلهم الفران تنطيبهم على عافيه ديال 150 درجه خليهم يطيبوا على راحتهم حتى تحسبيهم طابو كنشعل عليهم الفوقاني باش كيتحمروا. ديك الساعه نتوما الدوق تيبقى لكم بغيتهم محمرين بزاف بغيتهم شويه على حسب كل واحد كيفاش كيفضل. نتوما المقادير راه ساهلين اي واحد يمكن يديرهم راه مشتعين نتوما وجدتهم الكاسكروت. مازال ان شاء الله نقدم لكم شحال من حاجه بحال هكا بسيطه وسهله في المتناول للجميع. ما تنساونيش من التعليقات ديالكم الزوينه كتفرحوني بها واش نزيد معكم القدام ان شاء الله. انا باش بعد ما دخلتهم الفران هما غيطيبوا ليا وتحمروا ان شاء الله ونقدمهم لكم. هما تحمروا غتيجيو عشاش انتما تيجيو فتين ورطبين عشاش كيجيو بالصحه والراحه. انتما شفتوهم مجعبين من الداخل.